حضراتكم وتغطيتنا ليوم 30 يونيو، يوم عظيم من ايام المصريين الحلوه اللي ما تتنسيش. صباح الخير على حضراتكم في كل مكان، وكل سنه وكل مصري طيب وبخير ودايما فخور ببلده. كل سنه وانت طيب يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وكل سنه وانت طيبه وكل شعب مصر بالف خير في الذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو، في اليوم الخالد، اليوم الغالي على قلوب كل الشعب المصري، اليوم اللي خلق العالم كله ينحني احتراما لاراده الشعب المصري. خرج الشعب المصري بالملايين رفضا لحكم هذه الجماعه الارهابيه اللي الحقيقه اساءت لينا واساءت لبلدنا، ومن يومها تحول المسار من الاقصاء الى البناء والى النماء. ما حدث خلال الفتره الماضيه، طبعا احنا شفنا خروج او تحديدا يوم الثوره يوم 30 يونيو، خرج الشعب المصري بالملايين رجالا ونساء، شيوخا واطفالا، الكل خرج وكان غرضه ان هو يرفض حكم هذه الجماعة الإرهابية، وده كان واضح من خلال الشعب المصري اللي نزل يا هدير. احنا شفنا شعب بالملايين موجود في الشوارع. صحيح، ويمكن اكتر حاجة كانت مأثرة فينا جميعا يا شاذلي انه احنا كنا حاسين ان البلد بتتسرق مننا وانه دي مش بلدنا، ويمكن من اكتر الحاجات اللي خلتنا يعني نستغرب، ومشهد يمكن محدش بينساه، احتفالات انتصارات حرب اكتوبر المجيده واللي كنا بنشوف فيها اسر الشهداء واحتفالات بابطال حرب اكتوبر المجيده، شفنا فيها قتله بطل الحرب والسلام البطل انور السادات، الرئيس الراحل انور السادات، شفناهم على المنصه بيحتفلوا في احتفالات حرب اكتوبر، ويمكن ده مشهد ما نقدرش ننساه. شفنا تاريخنا بيتسرق مننا، وشفنا يعني حاضر ملامحه غريبه علينا، وبالتاكيد كانت تبشر بمستقبل قاتم يعني ملوش ملامح. بكل تأكيد خرج الشعب المصري زي ما قلنا بكل طاقته عشان يعبر بالفعل عن رفضه لهذه السرقة التي تحدث. دي كانت سرقة لمصر، جماعة كانت بتعبث بأمن مصر القومي، جماعة كانت بتعيث فسادا في كل مفاصل الدولة، لكن الشعب المصري خرج في الميادين وفي الشوارع بالملايين زي ما شفنا عشان يقول لهذه الجماعة الإرهابية كفاية لحد كده. سنة عدت على مصر، احنا نفسنا هذه السنة تمحى من تاريخ مصر الحديث، لكن الحمد لله الشعب نزل والشعب قال كلمته والقوات المسلحة سندته، عشان كده احنا بنحتفل مع حضراتكم النهاردة بالذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو. صحيح يا شاذلي، ويمكن يعني أقل من سنة والشعب المصري بخبرته الطويلة أدرك إنه هذه الجماعة جماعة شر، وإنها لا تريد لهذه البلاد إلا الشر، وده اللي خلانا نتحرك وننزل كلنا في الشوارع، الستات قبل الرجاله، الاطفال قبل الكبار، ادركوا انه هذه الجماعه جماعه شر. ويمكن ثوره 30 يونيو مش بس مهمه لمصر، لا هي كمان مهمه للمنطقه بالكامل، لانها يمكن انقذت المنطقه من شر هذه الجماعه. يا رب دايما بلدنا بخير، والارض الطيبه دي ارض الناس الطيبه الاصيله دايما بخير يا رب.